السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو جديد من معرض سيارات عبد الله، طبعا 30 شارع احمد عرابي المصري. العربيه اللي قدامنا دي دلوقتي هي تويوتا بلتا الجديده، زي ما حضراتكم شايفين. طبعا العربيه دي تسليم فوري، ان شاء الله هنعمل فيديو تاني نشرح فيه مواصفات العربية بالكامل. وسبق ولو حضراتكم كتبتوا مواصفات تويوتا وكتبتوا جنبها كارز ماركت، بإذن الله هيجي لكم فيديو كنت عامل فيه قبل كده شرح، بس هو كان شرح بسيط عن المواصفات بدون طبعا تصوير العربية. انا شايف العربية دي ان شاء الله هتنجح وهتبقى قوية جدا في السوق المصري الايام اللي جايه. يا ريت كل طبعا الناس اللي بتتفرج علينا ما تنساش تشترك في القناه وتدعمني عشان نوصل لحد ان شاء الله ال 100 الف مشترك. ضروري يا جماعه، انا محتاج دعمكم والله الفتره دي، فعلا القناه واقعه خالص. لحظة واحدة افتح لكم الشنطة بس. هو الشنطة واضح ان هي بتتفتح طبعا بالمفتاح. على العموم الموجودة العربية موجودة في معرض سيارات عبد الله في 30 شارع احمد عرابي للمهندسين، وان شاء الله المعرض بيفتح من الساعة 10 صباحا ل 10 مساء. شكرا لكم ومتابعتكم والسلام عليكم.